بسم الله الرحمن الرحيم، أكاديمية ناصر للتنس في الأرض تحييكم. النهارده معانا معلومة ظريفة صغيرة جدا عبارة عن الملعب الزوجي. إحنا اتكلمنا في معلومة قبل كده عن الملعب الفردي. الملعب الزوجي أول نشوف طول الملعب قد إيه. طول الملعب التنس الأرضي إحنا اتفقنا 23 متر و77 سنتي، صح؟ طيب عرض الملعب الزوجي إحنا طول ثابتين سواء في زوجي أو فردي هو 23 متر 77 سنتي بالنسبة للزوجي بالنسبة للفردي. طب بالنسبة للملعب التنس الأرضي بالنسبة للزوجي هيزيد بقى حوالي متر 38 سنتي، يعني هيبقى 10 متر 97 سنتي بالظبط. يبقى 10 متر 97 سنتي عرض الملعب الزوجي في حالة لما يكون لعب زوجي، سواء بقى الزوجي 2 رجال و2 رجال أو 6 راجل و6 راجل. في كلتا الحالتين هيبقى الملعب هيزيد العرض بتاعه حوالي متر و38 سم. اذا ملعب كرة الارض المخصص للعب الزوجي عرضه 10 متر 97 سم، لازم تخاف 10 متر 97 سم. وبهذا فان عرضه يتجاوز الملعب الفردي قد ايه؟ بمتر 38 سم. يعني هو هيزيد، معنى يتجاوز اي يزيد الملعب الفردي عشان يبقى زوجي يزيد متر 38 سم عشان يبقى الملعب زوجي بالنسبه سواء 2 رجال او 2 سيدات او راجل وست وراجل وست في حقيقه طريقه اللعب داخل الملعب التنس. شكرا والى اللقاء في المعلومات.